صلي على محمد، صلي على محمد. يا اهلا وسهلا بيكم. ناس كتير جدا بتسال امتى البغبغاء هيتكلم، يعني هل هناك يعني وقت محدد؟ طبعا ما فيش حاجه اسمها وقت محدد، وطبعا مساله ان الببغاء يتكلم دي مساله كبيره جدا ومساله محتاجه وقت طويل، يعني ليس كما يتخيل البعض ان هو هيقول الكلمه فبمجرد ما هيقول الكلمه الببغاء على طول مباشره هيقولها. ده طبعا كلام مش صحيح. طبعا التعليم ويعني الببغاء اصلا ما بيتكلمش، انما هو بيقلد، يعني هو اولا بيحفظ الكلمه، وعشان يحفظ الكلمه المساله دي محتاجه وقت طويل، يعني محتاجة تكرار. فأنت المطالب بأن أنت تشغل المسجل، يعني المسجل ده مهم جدا، لأنه هو يعني عشان إن احنا نحفظ الكلمة اللي أنت عايز الببغاء يكلمها أو يرددها على طول باستمرار في البيت، لابد أن أنت تشغل المسجل، يعني المسجل ده هيريحك جدا. فطبعا احنا عندنا على القناة طبعا مسجلات كتيرة جدا للكلمة اللي انت عايزها، عايز تحفظه مثلا صورة، او عايز مثلا تخليه يتكلم مقطع بسيط. طبعا انت لما تبدأ في تعليم الببغاء لازم يبقى نفسك طويل جدا، وطبعا ده بيختلف طبعا من نوع الببغاء، يعني مثلا واحد عنده مثلا ببغاء الدر الهندي او الكاسكو، اي ببغاء كان لما تبدا تعلمه لازم تبدا تعلمه يعني مقطع بسيط او كلمه بسيطه، يعني ما فيش واحد يجي يعلم الببغاء مثلا في البدايه كده مثلا ايه هنعلمه مثلا ايه الاذان، او نعلمه مثلا سوره الاخلاص. طبعا الكلام ده ما ينفعش، لان انت لسه هو ايه، انت لسه بتعلمه، لسه بدايه كلامه، فيبدا كده بكلمات بسيطه او بمقاطع فيها يعني ايه سهوله، زي مثلا كلمه بابا، كوكو، فالكلمه سهله، يعني كلمه سهله سهله الحفظ. ما ينفعش ان انت تبدا بكلمه يعني كبيره، ابدا بكلمه بسيطه، وخلي المسجل يشتغل باستمرار عشان يعني الببغاء يبدا يحفظ الكلمه. ويا ريت ان انت تشغل المسجل في الصباح وفي المساء، ولازم تصبر ولازم كمان تنتظر، لان الببغاء كمان لازم يبلغ عند سن معين، يعني ما ينفعش مثلا ايه واحد مثلا لسه مثلا جايب الببغاء لسه ايه الببغاء لسه مثلا مفطوم ويبدا يدربه ومثلا ايه قعد شهر او شهرين يقول لك الببغاء مش عايز يتكلم. طبعا ما هو مش هيتكلم الوقت لانه لسه صغير. فطبعا انت مثلا ايه يعني يعني مثلا كانسان مثلا او كطفل صغير بياخد فتره طويله جدا على ما يبدا مخه يعني يكون اكتمل ويبدا يلقط الكلمه ويبدا يحاول ان هو يقولها. فيعني الكلمه الاولانيه بتكون صعبه، يعني بتكون صعبة على ما يبدأ، يعني أول كلمة الببغاء هيقولها هتاخد معاه معاناة، يعني ممكن تقعد مثلا في ببغاء الدرة ممكن تقعد بالسنة، يعني تقعد فترة طويلة جدا، ممكن يقعد سنة سنة ونص عشان يقول كلمة. بينما مثلا الكاسكو مثلا ممكن ياخد ايه فترة أقل طبعا لأنه أذكى وعنده قدرة على الكلام أعلى. فهي بتختلف من يعني من ايه من ببغاء لببغاء تاني بحسب النوع وبحسب القدرة على الكلام، وبتختلف طبعا تبع السن، يعني مش هتروح تجيب لي ببغاء لسه مفطوم زي ببغاء كبير، لابد ان يكون الببغاء دوت مثلا يعني تجاوز الست شهور، فبيكون يعني الذاكره عنده يقدر يلقط الكلمه بسرعه ويبدا يحفظ الكلمه بسرعه. الموضوع مش محتاج يعني واحد يقول لك ايه انا ايه، يعني في واحد بيسالني بيقول ان هو بيشغل المسجل على طول اللي هو بيكرر الكلمه باستمرار وما فيش امل. لا يعني ما فيش حاجه اسمها ما فيش امل، الموضوع محتاج وقت. الكلمه الاولانيه دي بتاخد وقت طويل جدا. ابدأ أولا بكلمة بسيطة بمقطع بسيط، ما تبدأش بمقاطع يعني طويلة. لازم تبعد الببغاء عن مصادر الضوضاء، يعني من الأفضل أن أنت وانت جاي تقبل على الببغاء عشان تقدم له الطعام أن أنت تكرر الكلمة، يعني هنشغل المسجل من الصباح في الصباح والمساء مثلا كفترة مثلا نص ساعة عشان يكرر الكلمة، وبناء عليه الببغاء هيحفظها. وكمان وحضرتك بتقدم الطعام تبدأ تقول الكلمة، فبالشكل ده الببغاء نفسه يعمل ترابط بينه وبين الكلمة، بحيث انه هو لما يجوع في يوم من الايام مثلا لما يجوع ايه اللي يحصل، هيبدأ يقول الكلمة اللي هو تعود عليها او اللي هو ربطها بالاكل، يعني الكلمة دائما مربوطة بتقديم الطعام. فإذا جاء في يوم هيبدأ يكرر الكلمة، ليه؟ لأن هو ربط الكلمة بالأكل. وعلى طول دائما أنا لما بدخل على الطيور بقول الكلمة اللي أنا ربطها بالأكل،
مثلا بابا حبيبي سلام عليكم، الكلمة دي بقت عنده مربوطة بالأكل، يعني مربوطة بالأكل. يعني احنا مثلا عندنا مثلا الطيور مثلا، فتلاقي مثلا يعني الست مثلا اللي هي اللي بتربي البط أو الفراخ أو غيره، بتربط يعني تقديم الطعام بصفير معين أو بكلمة معينة، أو بتنادي على الطيور بكلمة معينة. فنلاحظ أن البط أو الطيور أو الحيوانات لما بتسمع الصفير اللي هو يعني بقى حصل فيه ترابط بين الصفير وبين الصوت وبين الكلمة، فبتلاحظ أن الطيور كلها بتقبل على الست اللي هي بتقدم الطعام، لأن هم عرفوا وحفظوا أن الصفير ده هو لما بنسمعه، فده معناه أن فيه تقديم للطعام. فأربط الكلمة بالطعام. الموضوع محتاج صبر، محتاج نفس طويل. المسجل هيريحك كتير جدا، ما تستعجلش، ما تتهورش يعني وتقول خلاص وما تفقدش الأمل. هيكلم إن شاء الله. لازم برضك عشان الببغاء يتكلم لازم يكون مدرب ويكون متروض، إنما مش هينفع إن أنت تجيب ببغاء متوحش أو ببغاء صيد وتشغل له المسجل وهو هيكلم مش متكلم خالص. لابد ان يكون الببغاء دوت ببغاء صيد، ببغاء يكون مدرب، ببغاء يكون متروض، او يكون تم تاكيله تاكيل يدوي. الافضل ان حضرتك تشغل المسجل دوت في الصباح الباكر. ليه؟ لان الببغاء بيكون عنده قدره اعلى في الحفظ. ما احنا قلنا ان هو بيقلد فمحتاج الحفظ. الحفظ ده بيكون اقوى في حاله الصباح. لو حضرتك انتبهت ستجد ان الطيور والعصافير والبغبغاوات وكل الحيوانات كلها بتنشط في الصباح، وبيكون عندها يعني بتلاحظ العصافير يعني بتصدر بقى التغريدات والنشاط، النشاط كله بيكون في الصباح. انت نفسك بيكون عندك نشاط وعندك قدرة بعد ما تقوم من النوم، عندك قدرة على الحفظ. فشغل المسجل في الصباح، شغل المسجل في المساء، حاول تشغل المسجل في وقت يعني ما يكونش في ضوضاء، ما تشغلش المسجل في يعني في يعني في مكان فيه تلفزيونات وفي أصوات وفي ضجيج. هنا كده هيحصل تشويش، هيحصل يعني واحد مثلا بيذاكر وعمال بيذاكر في يعني في مكان فيه ضوضاء فمش عارف يركز. فأنت يعني إيه، خلي المسجل يعني يشتغل في يعني وقت فيه كده إيه مفيش ضوضاء، مفيش أصوات تلفزيون ولا أي ضجيج خالص. حاول أيضا أن أنت لما يعني تقبل على الببغاء أن أنت شوف يبقى في مشاعر حب، ما يعني ما تفزعش الببغاء، ما تحاولش ان انت يعني تفزعه او ترهبه او تنتفله ريشه، او يكون في مثلا حد بيدخل عليه فجأة واحدة كده فيقوم يعمل له فزع. لا، كل ما يكون في حب بينك وبين الببغاء كل ما هيتجاوب معاك اكتر. لازم تعرف ان الكلمة الاولى لما بينطقها الببغاء بتبقى كلمة مش واضحة، يعني الكلمة الأولانية دي بتبقى مش واضحة. شفت كده لما يكون الطفل الصغير، أنا بحاول أقرب لك المسألة ببساطة جدا، لما يكون معانا طفل صغير، الطفل الصغير دوت يعني بأول كلمة بنطقها بتبقى يعني إيه تقيلة، بتبقى تقيلة. فهو الببغاء أول كلمة بنطقها يعني أنت هو ممكن يكون بيطقطق كده طقطقات أنت مش واخد بالك، هو بيحاول يجيب الكلمة دي أول إيه بداية الكلام، يعني دي بداية الكلام. فيبدأ الكلمة الأولانية مش واضحة أو مش مفهومة، لكن مع مرور الوقت على يعني الببغاء يفضل يتدرب على الكلمة وانت تتواصل معاه على طول باستمرار، يبدأ الببغاء يجيب الكلمة يعني بنسبة يعني قد تصل إلى 95% مقربة جدا لأصوات البشر، يعني بنسبة كبيرة جدا. فدي محتاجة ايه؟ محتاجة وقت. فالكلمة الأولانية صعبة شوي، بعد كده هيبدأ الببغاء يتكلم معاك بسرعة جدا، يعني الكلمة الأولانية معاك يعني وقت طويل. الكلمة التانية بقى ممكن بعد أسبوع على طول يقولها، يعني انت قعدت أسبوع بس أسبوع واحد فقط علمته كلمة تانية، فيبدأ الببغاء يتجاوب مع الكلمة التانية بسرعة ويحفظها بسرعة ويتقنها بسرعة. فعلى طول باستمرار تبدأ تعلمه كلمات أكتر، وده بيرجع بقى إلى إيه؟ إلى المدرب نفسه، إلى الاهتمام بالببغاء. فكل ما تعلمه كلمات أكتر ده هيكون إفادة لك أنت، لأن الببغاء بيزيد ثمنه كل ما حفظ كلمات أكتر، وكل ما علمته كلمات أكتر أنت بتقوي المهارة. يعني زي الطفل كده الصغير أنت على طول باستمرار بتتجاوب معاه، بيسمع كلام على طول باستمرار،
فيبدأ يحفظ أكتر ويبقى عنده يعني إيه يعني قدرة أكتر على الكلام. ودي بقى أيضا بتختلف من ببغاء لببغاء تاني. يعني كمثلا الدرة الهندي مثلا ممكن نقول مثلا إيه 10 كلمات، أنا ما بحطش حد لأن ده بيرجع للمدرب نفسه. يعني ما ممكن واحد يقول لا ده أنا عندي الببغاء مثلا حافظ مثلا 5 كلمات بس، واحد تاني يقول مثلا عند الدرة مثلا حفظت مثلا 20 كلمة. والله كل واحد دي كلها بترجع لقدرات الطائر وبترجع لعمل وشغل المدرب نفسه، بيعلمه حركات كتيرة ويعلمه كلمات كتيرة باستمرار. وبترجع كمان لنوع الطائر، فمثلا الكاسكو مثلا ممكن تعلمه كلمات كتيرة جدا. أيضا من العوامل اللي بتأدي برضك إلى يعني سرعة تجاوب الببغاء وحفظه للكلام إن يكون عندك فرد واحد. يعني يا جماعة الببغاوات دي بتتربى فرد واحد، يعني أربي فرد ولا فردين؟ لا، لما أنت تكون جايب الببغاء عشان التدريب والتعليم بيكون معاك فرد واحد، إنما للتفريخ طبعا بتجيب كميات، بتجيب ذكر وأنثى. لكن إنه أسرع، إنه الأسرع في تعليم وتلقين الكلام لما يكون اتنين ولا لما يكون فرد لوحده؟ لا، لما بيكون فرد لوحده. أيضا من العوامل التي تؤدي إلى سرعة إن الببغاء يتكلم انه يكون ذكر الجنس. خلي بالك معانا النوع ومعانا الجنس. فطبعا يعني واحد بيسأل بيقول هل الانثى تتكلم؟ طبعا الانثى بتتكلم عادي، لكن يعني النهول اقدر على الكلام، الاقدر على الكلام هو الذكر، الذكر. ولذلك من العلامات اللي هي بتميز الذكر على الانثى التغريد. الذكر بيغرد، الذكر بيغرد تغريدة كاملة وبيصدر الصفير بشكل جمالي بشكل جميل، عنده قدرة أعلى من الأنثى. ولذلك لما تكون عايز تربي فرد واحد تربي ذكر. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ولو أنت استفدت من الفيديو دوت تدعمنا بالإعجاب والمشاركة لهذا الفيديو. يا رب يعني كلنا كده نستفيد من الفيديو، ويا رب إن أنا أكون بقدم لكم يعني شيء مفيد. ولو حد عايز يتواصل معايا على الواتس أنا تحت أمركم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.